شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على أمن السودان الشقيق ومواصلة تقديم الدعم الكامل للسودان ودعم وحدة الصف وتسوية النزاع القائم انطلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. وخلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في الاطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشدداً على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية وعزف السلامين الوطنيين. وقد شدد السيد الرئيس على حرص مصر على أمن السودان الشقيق ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم انطلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكد السيد الرئيس استمرار مصر في الاطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني. وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس السيادة السوداني أكد تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة. كما تناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري. كما تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق.